طلعنا بليلة عيد الميلاد منطلع عليكم منحييكم من وين ما كنتوا عم تتابعونا ومندعيكم لمتابعة حلقتنا اليوم الخاصة بهالعيد المجيد. أكيد كتار منا أو الكل كان معجوق كل هالشهر لحتى يحضر لهالليلة المجيد. إن شاء الله الكل بيضل مجموع بالفرح وتكون كل أفراد العائلة موجودة وما حدا يعيد لحاله أبدا. بدي حييكي كارلا. هاي كارلا، وينعاد عليك وإن شاء الله كل أيامك تضل أنت وعائلتك عيد بعيد. نفرح منك كارلا. ميرسي ثانك يو. انتي خلص بدك تفرعي مني في 2017. ان شاء الله كل انسان بهالليله ما ينام ولا جوعان ولا بردان ولا مقهور، واذا نحن بنعرف عائله لازم نروح نتوجه لعندهم، يجوا نقدر نعزمهم لعنا، ام نقدم لهم شي ميل صغير يمكن، ام كادو صغيره بتفرح قلوبهم، وبنعرف انه هيك رسمنا بسمه كثير كبيره بقلبهم. صحيح قبل وجههم. صحيح كارلا، ويكونوا يحسوا حالهم محاطين، هيدا الاحساس انه الواحد يكون حاسس انه الاخر عم بيحس فيه وبيشعر فيه، هيدا هو المهم. مشاهدينا ضيفتنا لليوم باستوديو برازيليه لبنانيه، تصميم الازياء هو من هوايتها من هي وصغيره، وبسرعه قياسيه قدرت توصل للنجاح بازيائها الانيقه والراقيه والخاصه يلي بتحمل توقيعها. من 2006 صار في براند او الاسم التجاري الخاص باسمها يلي جذب له اسماء عالميه من النجمات بلبنان والعالم. واضافه الى نجاحها المهني ارتبطت بالنجم اللي بنحبه كثير رامي عياش، ومن 3 سنوات شكلوا الثنائي الاجمل. بنرحب سوا بداليدا عياش. اهلا وسهلا فيك داليدا، وين عاد عليكي؟ اهلا وسهلا فيك، نورتينا وزدتي للعيد بهجه وجمال اكثر معنا بالاستوديو. يعني مثل ما ذكرت زميلتي عفاف، يعني حياتك المهنيه والزوجيه الحمد لله كثر خير الله، من دق على الخشب كل شيء ظابط. داليدا، انطلقت مسيرتك بتصميم الازياء من وراء شغفك، ومن بعده كمان تكللت نجاحاتك كمان بزواجك من الفنان الكبير رامي عياش. صار التركيز اكثر على براند داليدا عياش وحققتي نجاحات كثيره. خلينا نبدا باخر تو فاشن شوز، يا اما 3 ايضا، دبي، امريكا ولندن. كيف كانوا هالفاشن شوز؟ مزبوط، الحمد لله كان في عنا هيدي السنه 3 فاشن شوز، 2 بامريكا وواحد بلندن، وكانوا كثير ناجحين والحمد لله كانت الاصداء كثير حلوه مثل العاده. ثانك يو. داليدا كل سنه بتنزلي 2 كولكشنز، الصيف والشتي، وهلا مؤخرا اكيد نزلتي على الاسواق فول وينتر كولكشن. شو بتتميز هيدي الكولكشن؟ خبرينا عن القماش، الالوان، التفاصيل، القصات. اللي بيميز هيدا الكولكشن هي دقة تفاصيلها وطريقة الشكل اللي ابتكرناها كانت مختلفة عن الشكل اللي دايما بنستعمله. أما concerning الألوان، كان في الأسود كتير وهو اللون الطاغي لها، حبيت أكسر شوي فكان في الرمادي والأزرق دخل على الكولكشن. أما بالنسبة للقماش، دايما بحب أنا التنوع بالقماش، فكان في دانتيل ودانتيل الورد مع الكريب والرازمير والجلد. هلا لبسي من تصاميمك داليدا، بذكرتي انه غيرتي بالتصاميم عن السنوات الماضيه، شو يلي تغير وليه غيرتي؟ اللي غيرناه هو طريقه الشك اذا بدك، لانه كوني امراه دائما بحب القطع اللي بتريحني. جربنا قد ما فينا نشك، بس نشك بطريقه انه ما يكون في وزن ابدا الفستان وما تحس فيه الامراه، فهذا هو الشيء اللي اضافناه دسير. يعني حضرتك كمان من وراء ازائك بنشوف كمان على الامراه الشرقيه، الامراه الغربيه، كمان كلهم بيرتاحوا بتصاميمك داليدا، وايضا المشاهير العالميين بيرتاحوا كثير بتصاميمك ومنهم ايفا لونغوريا يلي حضرتك لبستيها. كيف صار التعامل مع ومع غير سيلبرتيز ايضا بالعالم؟ مزبوط، الحمد لله هذا التعاون كان ناجح جدا، وان شاء الله قريبا حيصير في تعاون دايم بيناتنا. صار التعاون ثرو ستايلست رنا صعب، mutual friend، والحمد لله حبت الاوتفيت كثير واخذت اوتفيت ثاني ان شاء الله قريبا بتلبسه. نرجع بنشوفه، احنا رحنا لعندك على الاتوليه وصورنا فيديو بتحلى الحياه، رح نشوفه هلا مع كل التفاصيل.
اوت كوتور وابري تابورتي اللي هن تو لاينز اللي رح نحكي عنهم هلا. اللي لفتني انه في سامبلسيتي في بساطه ولكن الشك موجود بالاوت كوتور. قديش الشك بعده مطلوب وقديه هو فعلا بيضيف رونق على الفستان وطله للسيده لما بترتديه؟ هلا اكيد بالشرق موستلي دائما بيكون في طلب اكثر على الشك. هلا مثل ما شفتي في شك بطريقه كثير سمبل بنفس الوقت يعني بعدها بتشبهني بالايدنتيتي تبعي. في طلب عليها دائما بس مثل ما قلنا بيكون بس الدريسز اللي بتكون اوفرلي دريسي ولا خرج مناسبات كبيره. يعني ما تشوفي كمان نحن عم نروح مور سمبل. يعني شفنا كثير تصاميم يمكن مفوته بيناتهم مشتين ولكن عملت الحركه بقلب الفستان مثل الفلفت وما بعرف افتكر كمان مستعمل الجلد والكريب. مزبوط هي الميكس دائما انا بحبها مثل ما اوريدي ذكرت التنوع بالقماش دائما اتس ماي فيفورت. رح نرجع على تو كولكشنز رح نرجع او نقول انه نحن عندنا بريتا بورتي وعندنا اود كوتور. ليه قصدتي انه تتوجهي للسيد بهالمناسبات وبغير مناسبات؟ قصدتيها اللي كي مش قصدتها بس هو يوجوالي دائما الامراه العمليه بدك هيك بدك بريتا بورتي يعني يو نيد ثينكس ذات يو كان يوز غدا وتقلبي فيها لدينر. بما انه نحن عندنا كثير ايفنتات يوجوالي بلبنان وبالوطن العربي السيده من الصبح للعشيه دائما عندها نشاطات بيكون مليان سو البريتا بورتي بتقدري تقلبي فيه دائما. This is why it's my favorite. كمان ما في غنى عن الكوتور للايفنتات اللي كثير كبيره مثل الاعراس والريد كاربت لوك دايماً. التعديلات قد ايه بتضيفي لما السيده عم تتوجهي لها؟ طبعا بتقلك مثلا انا بالنهار بالبريتا بورتي بفضل انه هون برتاح اكثر هون ما برتاح. بتعدلي لها بالقصات باللون بالطول ما بعرف ليكي as long as هن القصص as long as انه هن القصص سمبل وما بيأثروا على البصمه الداليدا عياش لهيدا اللاين I go with it. بس بده يكون شيء اذا بدك شوي اوفر او ما بيشبهني لا او منك مقتنعه فيه مزبوط لا I wouldn't. البصمه تبعولتك عادة مثل ما نحن بنعرف ويمكن بنشوف بس نشوف السليبرتيز لابسين من تصاميمك ومثل ما شايفين كمان اليوم دائما بتلاقي بتفتشي على اللون الرايق ومثل ما ذكرنا السمبل كات مع حركة يلي بتعطي للسيدة بس تفوت هيك تطلع الحلوة. قد ايه هذا الشيء بتتعبي مشان تتحافظ عليه لأنه بخاف المصمم يكرر حاله مرات؟ مزبوط. هلا يوجوالي بس تكوني سمبل كثير كمان مثل ما اوريدي ذكرتي صعبه لانه يعني يو نيد اولويز نيو ثينجز او ديفرنت ثينجز لانه اوريدي ما عم بتدخلي كثير قصص يعني في القماش وفي عندك قصه بدك تشتغلي عليها اكيد شيء كثير صعب بس هذا هو الشيء ذس از اذا بدك ماي تشالنج عندك كمان وهذا الشيء اللي بيميزنا دائما وفي شك. داليدا الفستان بيتميز بالبساطه والاناقه، قد ايه ممكن تتخطي الحدود؟ يعني ممكن انت بالتلقاء نفسك تحسي انه انا لا بدي ارسم فساتين ونفذ فساتين جريئه، او السيده مثلا لما بتطلب منك فستان جريء انت يلي بتتشجعي؟ لا اي نيفر دو لانه اذا بدي اتخطى الحدود بكون اذا بدك عم ببعد عن هويتي وهذا اللاين بيمثلني كومبليتلي سو اي وودنت. يعني الحدود فسري لنا وين حدود الجرأة بالفستان؟ يعني شو المسموح بالنسبة لداليدا وشو المش مسموح؟ يعني إذا بدك الشك أو الشغل بطريقة بدلني حس فيها القطعة بعدها كلاسي ما عم تتخطى في خيط رفيع كتير بين الترندي والأوفر والفولجر سو أنا I wouldn't go there. يعني بيونسي إذا عندها يمكن ما بعرف أي أورد وبتعرفي كيف تلبس هي وجاي له مش معقول تصاممي له؟ لا اكيد في ديزاينات بتشبههم اكيد دفنتلي بس نفس الوقت في اذا بدك الكريزينس او تو ماتش اوبن او ريفيل اتس نوت مي لا ما ساعتها ما بيقدر سمعتوا بيونس وجاي له؟ داليدا عياش معقول تقول لا يعني هون فعلا بنرجع لقناعات للمصمم انه ما ممكن ابدا يتنازل عنها حتى لو كان عم يتوجه لشخصيه ممكن كمان تساعده بالانتشار اكثر واكثر. يعني هل قد انت عندك قناعات ومبدئيه بالحياه داليدا؟ اكيد اكيد لانه اللي بيغير قناعاته او اذا بدك اللي بيفتح حاله شيء ما بيشبهه بتخسري السبيشالتي تبعك او البصمه اللي عندك اياها هويتي سو اي وودنت اي وودنت نحن مبسوطين فيك هيك داليدا وفخورين ايضا فيك. نحن السيده بتروح لعندك بتلبس هذا الفستان عجبها بيلبق لها
قصته حلوه عليه، ولكن ما بتعرف قد ايه انت يمكن بدك وقت مشان تطلعي بالفكره وتشتغلي عليها وتستوحي. باي نمط بتحطي حالك مشان تبلشي الكولكشن تبعولك؟ وين بتروحي؟ بتسافري؟ كيف بتصير الريسيرش تبعولك؟ هلا اكيد دائما قبل بوقت كثير طويل، يعني العالم اللي بتشوف هذا الكولكشن بيكون له اكثر من سنه عم ينشغل عليه واكيد في ريسيرش كثير طويله، بس معقول اخذ انسبيريشن من حيلا شيء حوالي. اكيد السفر كثير بيلعب دور مهم، بس معقول يكون انسبيريشن لإلي عالم حوالي، anything، موسيقى بسمع، رسمه بتعجبني، فكل شيء معقول يكون انسبيريشن. حلو. ممكن تعملي كوبي مثلا مصمم عالمي حبيتي الفستان يلي صممه ونفذه، هيك تضيفي عليه بعض التعديلات لحتى هيك يكون من توقيعك. كيف بتتصرفي اذا هالقد فستان عجبك؟ لا I never do. إذا هالقد عجبني أوريدي بجيبه من عند المصمم وبلبسه. تشتري من عنده؟ أكيد، لأنه أنا كوني مصممة كتير بتضايق إذا حدا قلد لي، لأنه بتصير كتير هلا مع السوشيال ميديا، كتير بلاقي عالم أوريدي عملت كوبيز، وأز ديزاينر بيزعجني هيدا الشيء، لأنه في أفكار وفي حقوق للأفكار اليوم، ومع السوشيال ميديا هالقد واسع بطل في هالقد إذا بدك ليمت لهيدا الموضوع. فبيجيني كتير كاستمرز أيام على البوتيك بيكونوا جايبين صور معينين، بس أي نيفر دو يعني أوريدي. لا، وانتم كمان بتشتغلوا على الفابريك، يعني هذه غير الفكره، بتنقوا الفابريك قد ايه هذا الشيء صعب، ومرات بتلاقي الكوبي قتلك الفستان والفابريك اللي انت بتكوني عم تشتغلي. مزبوط، انه سادلي في طريقه الخياطه كثير مهمه، القماش في قماش ثقيل وفي قماش بنعمله كوبي بطريقه كثير اخف، بينزع الديزاين كله لو قد ما بيكون حلو، يعني بيطلع شيء ثاني عندك ايفنشولي. يعني قد ايه بتنزعجي اذا حدا عمل كوبي لتصاميمك؟ يعني بنزعج، اكيد بنزعج، لانه بحب حدا، يعني بحب الشخص يكون عنده ريسبكت لهيدا التعب والسهر تبع التيم والافكار، so this is why I wouldn't. المصممين يلي هيك بتستحلي تصاميمهم بيعجبوك، مين اكثر شيء هيك بيلفتك من المصممين اللبنانيين العالميين او مصممين عالميين؟ اذا بدك نحن عندنا بلبنان وبالعالم العربي، وبقول عندنا كثير مصممين بينشاف الحال فيهم اكيد. ماي تو فيفورت ار زهير مراد والي صعب، هن اذا بدك اللبنيز وايز هن ماي فيفورت، وانترناشونال بحب فالنتينو، بحب البساطه دائما بالكولكشنز عنده. قد ايه عم تحلمي كمان انت تعرضي كمان بدور كثير كبيره مثل إلي صعب وزهير مراد وغيره من اللبنانيين اللي بنفتخر فيهم نحن؟ اكيد ديفنتلي، اكيد الطموح كثير كبير ما بيخلص بهيدا المجال بالذات، وان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب نرجع نشوفك هونيك. داليدا يعني كثير متصالحه بهالمجال، خاصه لانه لا سيما انه هو هيدا اختصاصك ومجال عملك، انه ما عندك مشكله تلبسي فستان من اي مصمم انت حبيتي انك تلبسي له، ما عندك مشكله ابدا، وتقولي انه هالفستان هو من تصميم المصمم الفلاني. اكيد اكيد ديفنتلي، طبعا موست اوف ذا تايم بكون لابسه من ديزاينيتي، بس كمان مثل ما اوريدي قلت لك ايام بستحلي قطعه معينه، بحب كات بتكون تلبق لجسمي كثير، فما في مانع بالعكس، سبيشلي اذا كانوا ديزاينرز لبنانيه، بحب كثير هذا التشجيع، يعني حلو يكون عندنا اياها كلنا. بتفكري كمان ببراندز غير شو اسمه، يعني عم نشوف كمان المصمم العالمي اللي صعب برفيوم باجز شوز، هلا شو المخطط تبعولك للمستقبل؟ هيك سبقتي هلا خليني من لا صراحه في ولكن مشروع، ولكن اكيد في فيجن كثير افكارها يا خالد، في مشروعين ان شاء الله عن قريب هيدي السنه they will كم الايف، يعني ان شاء الله لا دليل عشان حينزيدوا على اوريدي الكولكشنز والاكسسوارز اللي بعملهم. ما رح تخبرينا بعد بكير، يعني بعد الحياه عندنا احنا حلو، نحن دائما اكيد دائما ما في شك. رامي قد ايه بيتعاطى بيبدي رايه بتصاميمك بافكارك بخطواتك؟ قد ايه بتستشيريه، او بالاحرى بلا ما تستشيريه هو لحاله هيك بحب يعطي رايه؟ دائما صراحه رايه كثير بهمني اكيد، رامي كونه ملم كثير بالفاشن ومن زمان، ورايه كثير بيعني لي، اذا بدك هو مفتاح الوحي عندي دائما، يعني بنعمل قعدات بيكون هيك عم نتسير بيطلع معي الانسبيريشن.
حلو حلو جوزك بس يكون الانسبيريشن تبعه يكون انت الانسبيريشن تبعه لرامي ايضا أكيد. من هون بتعرف انه عن جد انتم كابل اسم الله ان شاء الله تكملوا العمر كله ويعطيكم ايام ولا احلى من هيك هذا اهم شيء بس نقول على شخصيه عن جد ستايلها رائع ودائما بالفاشن بوليس بيقولوا ولا مره بتعمل غلطه دائما ان كان على الستريت ستايل يا اما على الريد كاربت مين الشخصيه اللي بتلفتك اكثر شيء ان كان بلبنان ام بالعالم عن جد ستايلها بيعجبك إذا بديك فيك هلا في كتير في كتير وكتير ناس بتلبس كتير حلو أهم شيء تعرف شو بيلبق لها بس إذا بديك ماي فيفرت هي جلالة الملكة رانيا أكيد بحب كتير ستايلها ودائما إطلالتها أنيقة وبمحلها مزبوط كل مرة غير عن مرة يعني مش ما بتكرر إيه أبدا ما بتكرر الستايل دائما مزبوط دليدا طالما أعجبتي بهذا النوع من التصاميم هل ممكن تتوجهي لتصاميم معينة نحن عم نشوف كتير على بالفاشن شوز مصممين عم بيتحولوا أو بيتوجهوا لنمط وتصميم آخر خارج عن إطار تصاميمهم عبايات للمناسبات الرمضانية إلى ما هنالك من المناسبات العربية يلي المرأة تطلب نوع معين من الزي أو من الملابس هل ممكن تتوجهي لهالسيدات تلبي لهم طلباتهم؟ أكيد وصراحة في مشروع هلأ أنا قريب أنه يكون في كولكشن عبايات مخصوص لدبي كان هنا صار له كذا سنة في كتير طلب على هذا الموضوع وإن شاء الله حبيت هيدا السنة أنه لبي هيدا الطلب وإن شاء الله حيكون في كولكشن عبايات قريبا حلو يعني مثل كمان في براندز عالميين عم بيخوضوا هالمجال لأنه كمان it's a culture نعرف أنه نحن بس بلش مثلا هلا 2017 نرجع بنشوف جيل هذه كانت درجه هاي كانت درجه بالثمانينات هذه كانت درجه بالتسعينات هذه كانت درجه يمكن بالاربعينات انت اي حقبه بتحبيها بتحسي اللي عن جد الامراه كلها انوثه بتستوحيك هلا ليكي كل حقبه وإلها جماليتها بس اذا بدك هلا ماي فيفرت هي 70s لانه عم لاقي كل شيء 70s عم يرجع هلا وبطريقه عصريه يعني عندنا البوهيميان ستايل هلا اتس باك البليزرز الفيست الفليرت بانتس الفليرتي دريسز والكلهم من 70s وهلا كلهم هلا رجعوا يدرجوا فهلا هي اتس ماي فيفرت حلو دليدا هلا مثل ما عم تذكروا انه عم تحبي حقبه معينه او متاثره بحقبه معينه ولكن هلا الموضه عم نشوفها انه هي مخلوطه يعني شو ما عم نلبس عم نلاقيه ترندي مزبوط كادا ليدا انت شو بتحبي هيك تعطي نصائح لسيدات هلا يلي عم يتابعونا شو يلبسوا شو هيك كم نصيحه تبس تحبي توجهي لهم اياها انا برايي اهم شيء نواكب الموضه بس بطريقه بتلبق لنا يعني سادلي كمان في ايام مش كل شيء دارج بيلبق للكل مش كل شيء دارج معقول تتقبليه انه عم نشوف كثير قصص كمان غريبه وشوي awkward أيام أنا بفضل أنه نتبنى من هيدا الموضة كل سيدة تتبنى اللي بيلبق لها وبيلبق لجسمها يعني لازم تكون حكيمة باختياراتها أكيد طبعا والألوان تبعول عم نشوف كمان صور لإلك دليدا ولا لوك من حس أنه عملتي غلط إن كان بالستريت ستايل إن كان بالريد كاربت قدي أنت يعني عن جد يعني صرتي فاشن آيكون لكتير أشخاص أيضا كمان يعني إذا بديك بلبس القصص اللي بتريحني ومثل ما عم نشوف في كم صور كنت already pregnant فيهم فكنت قد ما فيها عم جرب أن يكون مرتاحة بالأوتفت لإلي وأنا كتير بهمني الأوتفت اللي بقدر أقلبه من الظهر لليل مبسوط منك رامي عم توفر لكي كوني I'm a working woman فديما بيصير في إيفنتات على السريع فبحب ديما نكون ready أوكي دليدا ما في شك أنك ديما ready والمطلوب أنه السيدة ديما تكون ready لأنه نشاطات اليومية بتكون عديدة يمكن أوقات بتغير 3-4 مرات ملابسها حتى تكون ديما مناسبة للمناسبة اللي هي موجودة فيه دليدا بخصوص الموضة العالمية شو بتنصحي كمان السيدة يعني هلا هون عم نشوف تصاميم كتير حلوة ولكن الملابس يلي بنلبسها بحياتنا اليومية قد ايه بتوافقين انه هي الأصعب باختياراتنا يعني معنا مناسبة بنعرف نحن شو بيلبق لنا بننقي الفستان المناسب شو ما كان بريتا بورتي ولا أوت كوتير ولكن الملابس اليومية العملية لحتى تكون هيك ترندي أتراكتيف ديسنت نفس الوقت مريحة بحسها كتير صعبة أنا
أكيد أكيد، مثل ما أريدي قلت أنه كتير مهم اليوم يكون في عنا معرفة تامة عن كل شيء دارج برا، بس نفس الوقت لازم تعرف يعني concerning إذا بدك الموضة الديلي وير لازم يكون مريح، بنفس الوقت إذا بدك trendy بس not too much. يعني بالنهاية as working woman كتير بهم الشيء اللي بسينه يريحنا during the day. إذا بدك شوية accessories دايما بزيد، يمكن touch معينة shoes أو بلت معقول يغير كل اللوك، فهولي يمكن بيكونوا دائما كي بيسز لاني اوتفيت وبيقدروا يقلبوه مثل ما قلت لك من افترنون لليل. تم اختياري بالهيئه الاستشاريه العليا للموضه بموقع فوشيا من خلال مؤتمر صحفي كبير صار بابو ظبي، خبرينا عن هالحدث المهم كمان بحياتك المهنيه. مزبوط، انا بفتخر كثير بهذا التعاون وبشكر موقع فوشيا لاختياري. اذا بدك صار في مثل منبر لداليدا عياش تحكي من خلاله عن كل شيء فاشن وايز بتحبه وعن رايها شو بيلبق للامراه او شو ما بيلبق، شو بفضل وشو ما بفضل. نعم. يعني ألف مبروك لك عن جد. أكيد ألف مبروك لك داليدا. نحن متابعين معك حديثنا لنحكي عن النشاطات الأخرى يلي بتقوم فيها داليدا عياش، ولكن مشاهدينا بعد الفصل الإعلاني.